ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زنزون حبيبي خبريني كيف هالتمرين؟ كتير منيح. مبسوطة؟ ايه كتير. أكيد رح تكوني أحلى وحدة بالحفلة. شو بك يا حبيبي؟ هنيك كأنه تينا عم تمشي تاني ميلي. حبيبتي شو بدو جبتينا لهون؟ ما عن جد شفتها، أنا بعرفها كتير منيح. خلينا نروح نحكيها بليز بليز، كتير اشتقت لها. بليز قومي قومي بسرعة. Thank you.
وينك حبيبي؟ اشتريت كتير اغراض، اشتريت اغراض لإلي ولا هيك في رجال حبته، هلا جبت له كم شغله هيك عزاوي. معناها هلا هلا بترجعي على الاوتيل، بدي اجي اتغدى معك بسويت قبل ما اروح الحفله. عن جد؟ يعني رح اقدر اشوفك؟ قلت لي ما في اشوفك قبل الحفله. هلا على مالي قدران، الحقيقه مالي قدران، بس الحقيقه اكثر اني مالي قدران ما اجي اشوفك واقعد معك شي ساعه تنتين ثلاثه اربعه. يعني برجع على الاوتيل؟ هلا فورا ترجع على الاوتيل. يلا يلا راجعه. خير جانا، صرت طالبتيني 100 مرة، شو بدك؟ خلص؟ ما بقى بدك تحكي معي؟ في شي يعني بك الشي لحتى عم تطلبين هالقد؟ أول شي كيفك؟ وكيف الماما والبابا وفادي؟ أحسن حالاتنا، منجنن. أنا كتير منيح وهن كتير منيح، مبسوطين فينا اتنيناتنا. واحد منهار على الآخر، واحد معرض حياته للخطر كل تكة. وسام حبيبي أنا عم بعمل هيك لأنه جانا، خلص ما بدي احكي بقى بالموضوع. طيب بدي اسالك سؤال تاني بس بلا ما تعصب علي، اوكي؟ تفضلي، شو عندك بعد؟ عم تعرف شي عن تينا؟ يا ربي يا ربي على النهار اللي ما رح يعفي يخلص على خير. وسام يمكن تينا بلندن. شو؟ ياريت بروح معك على الحفلة، مو تشوف أولاد عم بيرقصوا، خاصة زينة حبيبة قلبي، بدي أشوف إذا استفادت من الدروس اللي عطيتها إياهم. لا أكيد بتكون استفادت، بس أكيد كمان ما فينك تروحي تحضري لأنه جنة بتكون هنيك. بس أنا ما رح خليكي تحلمي بشي وما تحققيه. شو يعني؟ ما فهمت. الساعة 7 بكون الدرايفر ناطرك تحت وانت بتكوني جاهزة، هو بياخدك وبيرجعك. لوين؟ على أرض رقص بيطير العقل، صار له سنين بيشتغل هون. أنا حجزت لك وظبطت لك كل شي، انت ما عليكي غير تاخدي جمالك وعيونك وتروحي. تعيشني حلم كتير حلو. تستاهلي لانه وانا بعد الحفله رح اخد جنى وزينه على العشاء، بتعرفي مشان نحتفل بزينه ضروري. بس خلص برجع بحاكيكي. انا ما في كتير اتأخر هون حبيبي، لازم ارجع على لبنان كرمال اهلي كرمال شغلي كرمال كتير قصص. فينا نحكي بكره الصبح بهذا الموضوع. اوكي، بس انا لازم بعد بكره اكون بلبنان او بكره المساء. ما تجيبي لي هاي السيره، ما بدي ازعل. طيب حبيبي يلا روح انت، انا رح فوت البس وروح على العرض وفكر فيك كل تكي وكل لحظة انا وعم بحضر. تينا انت لازم تعيشي هون، هاي البلاد كتير بتشبهك، كلها جمال وفن وشفافية. لازم تلاقي طريقة تعيشي فيها هون تينا.
كيف؟ بكرة الصبح منقرر كيف. وسام عم بيسأل عن تينا. ليه شو في؟ قال سأل عنها بمعهد الرقص، قالوا له إجازة كم يوم. قال خاف تكون مريضة لأنه عم بيحكيها وخطها مسكر. وأكيد قلت له إنها مع أصحابها بالجبل. ليه خايف؟ أصلاً هو ما بقى خصه بتينا، وتينا ما بقى بتضايق، ما تعطل همه. القصة أكبر من هيك ما، وأخطر كمان. شو عم تفكر نديم؟ خايف لتكون تينا هونيك بلندن وجانا شاكي بشي وعم يستفهموا عنهم. معقول؟ أكيد معقول. تينا مش بلبنان، أنا صرت متأكد معها. مختفية ولا بتفتح تليفونها ولا لحظة ولا شي. البنت سافرت لعند أياد بالمخفي عني وعنك. معقول تعلقت فيه لهالدرجة؟ شو بدنا نعمل؟ خلينا نجيب رقم إياد ونتلفن له؟ أعوذ بالله، شو هالحكي هيدا؟ مش يمكن ما تكون هونيك؟ نعمل لها فضيحة ومنتجرس. لكن شو بدنا نعمل لنطمن عليها؟ ما فينا إلا ننطر، بس ترجع تينا لازم نتصرف بسرعة. بدي ساعدها تخلص منه بأي ثمن. هيدا رجال محتال وعم بيضحك على بنتنا، وإذا تركناه يتمادى أكثر صدمتها رح تكون كبيرة. أنا وياكي بدنا نخلص البنت معه. أنا وياكي. إن شاء الله نديم، إن شاء الله. شو؟ فرصة من شغلة؟ يعني تينا هون؟ بالشغل أصلاً ما بيعرفوا وينها، وأهلها عم بيقولوا إنها راحت لقاها مع أصحابها محل بعيد، بتكون ما قالت له إنها سافرت. يعني تينا هون ويسام؟ تينا هون وإياد عم يلتقى فيها بالسر؟ شو مستنظرة من إياد لكان؟ مش هو خانك وخاني وظهر مع تينا بكل وقائعها قدامنا كلنا؟ مش يمكن تكون هي اللي لحقته عم تفتش عليه وهو مش عارف؟ مش يمكن هي بدها اياه وهو ما بقى بده؟ مش عارف شو بيساوي. هذا نوع الحكي ما بدي اسمعه بقى جنى. هذا استسلام وعمى الحقيقه. اذا انت حابة تفكري هيك انت حره. بس انا خلص بصراحه لايت نفسي من هالقصه، ما بدي افكر فيها بقى. صرت اكرهها لتينا، ما بدي اياها بقى ابدا. طيب علمني شو لازم اعمل خليه؟ قولي له انك تعبانه وبدك تنامي مثلا، وراقبي اكيد بيروح لعندها اذا هي هونيك، ما بدها تفكير كثير. منيرة لوين رايحة؟ رايحة عند سعاد. عند سعاد؟ وهو شو بإيديك؟ هودي أكل لفادي، بيكون نشف قلبه عنا واشف. عملت له كم طبخة يقبرني. شو فكرك يعني هيدي زوزو عم تطبخ له؟ هيدا الصبي من أول ما خلق ما جايب لنا إلا البلوي. طلعي بحالك كيف تركتينا كلنا وركدي ورا ليل نهار. اسكت بلا هالحكي. الأم والبي دايما بيوقفوا مع ابنهم الضعيف اللي هو أكتر شي بحاجة لإلهم. خلص رايحة وبرجع. بس إذا عرف فيك نبيل بيأذي لفادي يا معطرة. لا فادي قال لي، حكيته وقال لي إنه نبيل منه هنيك، ظهر وبيرجع المسا. خلص يقبرني، بكون مشتاق لطبخيتي. راجعة مش رح أتأخر. إيه روحي، الله يعطيك عنيتك. جربي أنعي يرجع البيت يخلصت من هالجرصة بقى. ما رح فينا نجوزها لحدا ما بدها إياه أبدا. البنت بتفضل تموت على أن تتجوز حدا ما بتحبه. بدها تتجوز الشاب اللي اخترناه لإياه وإجرى فوق رقبتها. ما فينا نجبرها. البنت بتأذي حالها ومش سألاني عن شي. صرت معرضة حالها مرتين للخطر، والله شفق علي ورجع لي إياها. ما رح أقبل تعرض حالها مرة تالتة للخطر. هيدي بنتي الوحيدة وسلامتها أهم شي بحياتي كلها. يعني بدك
جوزيها لهيدا الصايع الضايع اللي ما بيعرف شي من الحياة إلا يمثل علينا. اي لا عم بيمثل ولا بلوط يا حوي، عم يشتغل مع بيه وعمه بالدكان الأخدومة من أبو وديع. نحن رجعنا على البيت حقطف ورد. يمشي 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 براها بالك. صار عندهم فواكه وخضرة وكل شي. يعني انت حضرتك موافقة تجوزيها لهذا الشاب؟ أنا كنت بتمنى أحلى رجال لبنتي، مثلي مثل كل أم بتحلم بجاه ومال وكل شي، بس ماني مستعدة أخسرها كرمال حقق أمنيتي أبداً. أهم شي عندي صحة بنتي وبس. يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا حبيبات على جمال. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. شو عاملي؟ هدول من تيتا شريفة إلك ولزهرة. ضيافة لأن أمي رح تجيب لنا أخ أو أخت ما بنعرف. زهرة زهرة أمي تعي تعي شوفي هالحلوين شو جابولك يا أمي تعي. بركي بتحط شي بتمها، صار لها من امبارح بلا اكل. اهلا بالحلوين اهلا. هدول لألك، شكلهم كتير طيبين. هدول من تيتا شريفه على المسا بتجي بتتعشوا عندها. يوم عيد ميلاد ستي. اليوم عيد ميلاد شريفة؟ أكيد رح نجي، مش هيك حبيبتي؟ أكيد. حبيبي ليش قاعدة هون مبردة عليكي؟ هيك ضاق خلقي شوي جوا، حاسة حالي مش مرتاحة اليوم، تغير جو شوي. آسف إني عم عزبك مع زينة. ولو زينة مثل بنتي شو هالحكي. طيب قومي نفوت، هلا بكون زينة ناطرة وعم تتنقوز تشوفي إذا وصلنا ولا لا. يلا خدي موبايلك. شو بك انت في شيء؟ لا قلت لك هيك تعبانه شوي. هودي الطبخات طبخت لك هني بايدي. تقبرني يا حبيبي، عملت لك ملوخيه وعملت لك بامي برز وعملت لك رز وعقبله لحم مقليه وشويه هندبه. يا حبيبي شايفتك ضعفان كأنك مش عم تتغذى، ما في مين يطبخ لك. زوجو عملي معروف حاط لنا اياهم بالبراد، عملي معروف. على راسي حبيبي. اشتقت لك حبيبي. تقبرني يا امي، تقبرني، اشتقت لك كثير. انا عيني وقعه، وقعه كثير. تقبرني يا امي، ارجع على البيت. تقبرني، بدي اطمن عليك، بدي اشوفك ليل نهار قدام عيوني، بدي كل تكه ارجع فوت على الاوضه لاتاكد انك منيح. يا حبيبي ارجع، بيك وخيك بدهم اياك معنا بالبيت. وسام كل ليلة عم بيسرب على البيت، هالفترة مش مرتاح، مشغول فكره كتير، منه رايق. تقبرني، تقبر امك انت مشاني انا. رجع على البيت يا حبيبي، كلنا سوا ايد وحدة بنتساعد لنقطع هالفترة، رجع على البيت. امي لوين بدي ارجع؟ انا ما بقدر اتحمل حدا يمد ايده علي او يبهدلني. لا تقبرني انت، انا بضمن لك، وحياتك ما حدا بيسترجي الا يا محلى الكحل بعينك. انت رجع وما بخلي حدا يتطلع فيك تطليع غير شكل. انت رجع وما عليك، ترك علي. ماشي وقتك رح ارجع، بس عندي كم شغلة بدي اعملهم. دعيلي يا امي لينجحوا. دعيلي يا امي دعيلي. يا تقبرني يا تقبر امك انت يا حبيب عمره. انت لامك ولك يا امي انا كل يوم بدعيلك، بدعيلك بكل خطوه بتخطيها، ولك ان شاء الله التراب اللي بايديك بتمسكه بيقلب ذهب يا امي. يا تقبرني، ما انا عندي شغله غير اني ادعيلك. اخذ لي قلبي وروحي وحياتي يا عمري انت يا امي يا عمري. Thank you.
ساميه وين حطون هدول؟ هون؟ يا عمهلك بابا عمهلك. شبكم؟ ليش هيك قاعدين كأنكم بعزا؟ لأن أمك ما صار لزمان ميتة لك ابني، وعاداتنا بتفرض علينا إنه نحزن عليه لمدة طويلة. يا بي أمي ماتت الله يرحمها، راحت وارتاحت من التعتير والمرض، لو شايفتنا هلا رح تنبسط كتير. تغيرت حالتنا وصار معنا مصاري، كتر خيري وإياد نشلنا. وعلى عادات، شو ضل من العادات يعني؟ ليش ضل في عادات بعد هالحرب اللي عم بتصير والتعتير والدمار؟ عم تقلي عادات؟ وانت يا عامر، مرتك وبنتك الله يرحمه عندك مجد، بكره بتجوزه وبتشوف ولاده. صدقني حاجتنا موت وزعل وتعتير، بكفي. يا حلو يا مسليني يا اللي بينا، ايوه الهجر كويني املى المدام، يا جميل واسقيني يا عين من كتر شوقي عليك ما بنام. بالله بالله باين علي بيطلع عمري هيك يعني شي 35 سنة. شو 35؟ الله وكيلك 34. يعني شو كذاب. عمتي؟ ايه قلتك تجي زهرة لهون؟ ان شاء الله تجي وتجيب امها معها، لانه مشتاقة كثير لها، بس ما بدي روح صالحها، ما بدي اكسر نفسي. ان شاء الله تجي. شو بقى؟ اشتقت لها لزهرة. انا روح من الشيء روح. عيد ميلادي ولا عيد ميلاد زهرة تضربه؟ هي أول مرة بشوفك مبسوطة ست منيرة. عم تنضحك لأنه فادي هلأ بده يتعشى من أكلاته. خود كول أنت، مين قال لك أنه مبسوطة مشان هيك؟ مبسوطة لأنه وعدني أنه رح يرجع على البيت، ومبسوطة أنه جانا رح تتجوز ورح طمن بالي عليها، وأكتر شي مبسوطة منك حبيبي لأنك رضيت على أختك. ما رضيت ولا شي، كل القصة أنه شفقان عليها لجانا. ليه في شي ما بنعرفه؟ ما رح تتجوز هي وإياد، رح ترجع لهون بأقرب وقت. ليه عم تقول هيك عن أختك؟ لأنه ستينا حي بلندن مع إياد وعم تلاقوا بالمخفى، وجانا حست بالموضوع. رح تكشفهم قريباً، ولما تكشفهم رح تتركوا وتترك كل شيء وتجي لهون مثل الشاطرة المكسورة، مثلي أنا يعني. تيري لما ناكل كفوف بهالدنيا ما قلنا إلا كتاف البي والأم نتكي عليهم. بس ايه الاكل الحلو ده يا زوزو؟ انت عمرك حتى ما عملت لي طبق جبنه بطماطم، ولا كل ده عشان خاطر فادي يا صغنونه؟ لما اكون بكلمك ما تديش وشك الناحيه الثانيه فعلا. روق يا نبيل روق. خبرني بكره العملية ولا شو؟ لا يا سيدي بكره. لو عملت العملية دي صح هنعم في فلوس عمي ابو الفوت اللي احنا شغالين معاهم دول، ما كانوش مصدقين نفسهم ان واحد مجنون زيك هيعدي الحدود وراح يودي البضاعة، بس هو حصل وعشان كده عاملين لنا فلوس كتير قوي. انت لوحدك هيبقى لك 150 ألف دولار عدا ونقدا. عظيم. كان نبيل اللي بتقعد مع الجميع وبتخبرهم انه بكره الصبح بدي 75 ألف دولار. لما نفذ العملية مرة تانية بياخد النص التاني
وإلا ما رح أعمل شيء. بقت تشرط يا بيسا من سبع تروح. أكيد. لكن بدي أخليك تاخد المصريات وتسرقني مثل أول عملية؟ لا حبيبي لا. الحمار بيوقع بالجورة مرة واحدة، تاني مرة بيحيد عنها. تتكلم معي ازاي بالطريقة دي؟ وقت بدي ايدك علي مرتين، لا علي ولا على صوصو، فاهم ولا شو؟ ولا شو؟ هلا علي وعلى هدي يا رب. تخبر الجميع انه بكره الصبح بدي 75,000 دولار، والا انت بطريقي وانا بطريقي. وليك نبيل، ما جرب تهددني لانه كثير طالع على بالي هالفتره. موت تفهمني يا جرينجو؟ زوزو عايزك. كبر فادي وبقى راجل على ايدك يا زوزو، بس بقى عامل زي القنبله، ممكن تنفجر فينا في اي وقت، وهيأذيك انت قبل ما يأذيني. خدي بالك. يلا بابا. بوسي. يلا جود نايت. بجنن 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 بجنن، حاسة حالي بحلم. إياد حبيتي يعني؟ شو حبيت؟ جنون جنون، عم بقلك جنون. هلا اسمعي لقلك، وقفي كل هاد الجنون وجهزي حالك، أنا جاي أخذك مشان نطلع نتعشى مع بعض. عم تحكي عن جد حبيبي؟ لك إيه طبعاً عن جد، بس ليكي أنا ما رح أطلع لعندك، رح وصل ودقلك تنزلي لعندي فوراً. أوكي خي ديح، بعد ما غيرت تيابي اشتقت لك إياد، اشتقت لك، رح موت لحتى اشوفك، اطلع بعيونك، رح موت. يلا ناطرتك، بليز ما تتأخر. طيب خلص يلا، هلا بس شوفك بتحكي لي كل التفاصيل. عمتي عجبك الفرش ولون الحيطان؟ ايه لكان انا بدي اياه ارمي، بدي ياخذ العقد. وهدول البالونات الي؟ هدول بس كرمال عيد ميلادي. لك تسلم 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 يا محمود، الله يرزقك. خليني وياك يا عم. ها مساء الخير. اهلين، شرفت الحلوين. مساء النور. اهلين، ننعد عليك يا عمتي شريفة. يا عبشوم ليش معزبة حالي؟ ولا وما في شيء من قيمتي. ايه تعي هاتي بوسه، تعي تعي تعي. يي شبكي ولا جمله؟ ليش هيك واقفة بعيد يا بيضة؟ إنه ما بعرف إذا بعد تستقبليني ببيتك من بعد كل شي صار. لك يو يبعت لك قتلك، لك نحن إخوات والإخوات بيتخانقوا وأوام أوام بيتصالحوا. تعي ولا بيضة؟ تعي أعطيني بوسة، تعي 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 بعت لك قتلك، تعي. يعني عليك شو اشتقت لك، يعني عليك وانا كثير. يا
يلا يا جماعة تفضلوا على العشاء. يلا تفضلوا 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 تفضلوا. يلا أخي يلا أخي محمود يلا 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 يلا. مين منها؟ حط واحدة هون ونزيد نعمل بعد ما نعمل الموس كمان نزيد القطعة الثانية. راح قص الثانية بعدين بس خلوني أوريكم كمان على الطبقات كمان هذا اللي فضل لي من الكيكة الأولى اللي عملتها. باي معها. إيه لوين رايح نتي؟ ما زهقان عبالي أطلع أتمشى شوي مع ششات بشي مطرح ما بعرف. وليه ما قلت لي روح معك؟ ما قلت بتكوني جاية تعبانة من الشغل. أبدا ماني تعبانة هدي رح جيب جاكيت وروح معك. يلا أنا برا ناطرك. يلا باي باي. ساعدني يا رب ساعدني يا رب. اطلع غلطاني. ايه وشو قال له؟ قال له ما بدي الا سلامتك. اليوم بدي ارقص على شرف عمتي شريفة، شغلنا الموسيقى لازم. عيوني كلنا بدنا نرقص على شرف شروف. هيك يا حبيبة قلبي يا جملة. حبيبي اهلين، شو رأيك ببيتنا؟ حلو؟ والكتير حلوين، مثل اللي بنشوفهم بالفيديو كليب. ايه لك يا حبيبي لك، الله أنعم علينا، الله أنعم علينا، الحمد لله. اثنين ثلاثة يلا ها.
نقعد هناك؟ وين هون هون؟ يلا. بدي حاكيكي، مو أنا وعدتك خبرك كل شي بصير بخصوص يزن؟ ايه طمني، شو في أخبار جديدة عن خيك؟ أنا هلأ رايح على المطار، مسافر على اليونان، عرفت عنوانه، طالع جيبه لهون على لبنان. ايه الحمد لله الحمد لله، أنت رجال طيب وبتستاهل كل شي منيح. أنت بكي شي؟ شو بصوتك؟ بس ترجع لبنان بتلاقيني عند بيت أهلي. صعبالك تشوفني تعال عندي، بكرة عشية بكون صرت عندن. ليش؟ بدك تجي تتجوزي بلبنان؟ لا، رجع إيش عند أهلي عطول لوحدي. لك شوفي، شغلتي لي بالي، خبريني شو صار. ما بدي وجع لك راسك، بس سينا هون بلندن عم تتعشى هي وإياد بالمطعم، واخد لها سويت كمان. المرة الماضية ما خليتني أعمل لهم جرصة، بس هالمرة أنت مش هون، ما في حدا يمنعني. بدي جرسهم قدام الدنيا كلها، بدي فيش خلقة. يلا توصل انت وخيك على لبنان بالسلامة. جنى، جنى، هلا انا بس بدي افهم كم شمعة حاطين؟ 70. 74. الله لا يوفقكم. اي 20. 20 يا عمتي. ايه 20. ايه شو؟ يلا هالمرة سامحتكم. واحد، اثنين، ثلاثة. سنة حلوة يا شريفة، سنة حلوة يا شريفة، سنة حلوة، سنة حلوة، يا حلوة يا شريفة. شو بدي اتمنى، شو بدي اتمنى يا شريفة، شو بدي اتمنى؟ طفوا معي كل هالشمعات يا الله. بخير عقبال 100 سنة يا عمي. وجودكم احكي مع حالي ونسيها.
الهم يا ريت ترجع دموعي تضم ونسيها الألم يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا كسر قلبي مثل الأيام صابوا الأعمى قلبي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الأيام أنا وأنت بقلبك محلي وجوه قلبي أنت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا